نروح للعربيات. النهارده كان في خطاب او شفنا خطاب موجه من المهندس احمد سمير وزير التجاره والصناعه، موجه الى الدكتور محمد معيط وزير الماليه. الخطاب الامام حضراتكم دلوقتي، وزير التجاره والصناعه بيقول للدكتور محمد معيط، بيقول له يطيب لي ان اشهد بالتعاون المثمر ما بين الوزارتين والجهود رفع ودفع عجله الانتاج، بالاشاره لكتابكم المؤرخ 5/25/23 بشان تحديد الوقت والتاريخ المناسب اللي بيسمح بدخول السيارات موديل السنه اللاحقه للبلاد، وان ده ليه دور كويس جدا، ده هيحسن، هيكون ليه مردود ايجابي على سوق السيارات من حيث القيمه والجوده ويوفر هذا المنتج، وده طبعا مش هيتعارض او مع القواعد الاستيرادية. فبالتالي بيخاطب وزير الماليه بيقولوا ليه ده فقط تشاطروننا الراي في السماح بدخول السيارات موديل السنه اللاحقه الى البلاد بدءا من شهر ابريل. الحقيقه جزء من الناس كانت فاكره ويمكن ما ركزتش قوي في فهم الكلمات او فهم المعلومه اللي موجوده في الخطاب. هنا وزير التجارة والصناعة بيتكلم على السنة اللاحقة مش السنة السابقة. ناس كتير جدا كانت في البداية كانت تتوقع او كانت فاهمة ان بيتكلم على موديل السنة اللي فاتت، يعني النهاردة احنا 2023 بنتكلم على نزول سيارات جديدة موديل 22 مثلا، يعني السنة اللي قبلها. في ناس كانت بتطالب بده، ولكن الجواب اللي قدامنا او المخاطبة اللي قدامنا من وزير التجارة والصناعة لوزير المالية بيتكلم على السنة اللاحقة. طيب هنشوف ده معناه ايه؟ يعني الخطاب ده معناه ايه؟ وان هو السيارات بتاعت السنه اللاحقه، احنا في 23، الخطاب بيتكلم على سيارات بقى 24 انها تبتدي تنزل من شهر ابريل. ده معناه ايه؟ مردود ده ايه على السوق؟ ده اللي هنعرفه من المستشار اسامه ابو المجد رئيس رابطه تجار السيارات. مستشار اسامه مساء الخير. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى جمهورك الكريم. الله يخليك يا فندم، ارجو حضرتك تفسر لنا هذا الخطاب من ناحيه او من وجهه نظر قطاع تجارة السيارات. الخطاب واضح، يعني طبعا الخطاب بيقول ان سيسمح بدخول السيارات موديل 24، وده سبب ان كان في قرار سابق بيحدد ان موديلات العام القادم ما تنزلش في الاسواق المصرية قبل شهر 7. مظبوط. فانا سؤالي، احنا يعني العربيات 23 اوريدي مش موجودة في الاسواق، وعربيات 24 اوريدي مش موجوده في الاسواق واعداد قليله جدا. ما 24 المفروض كانت تنزل من شهر 7 وانت طالع مثلا، يعني بالزبط. في الطبيعي يعني. بالظبط. انت تعلم والجميع يعلم ان هناك مشكله في مصادر الطاقه في دول الاتحاد الاوروبي، هي تعتبر من الركائز والقلع الصناعيه للسيارات على مستوى العالم. ماركات عديده موجوده في الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي ده 26 دوله عندهم مشكله حقيقيه في الغاز بسبب الحرب الضروس مفهوم اللي بين روسيا واوكرانيا. وده اللي خلى ان موديلات 23 تكاد تكون يعني غير متوفره. طب الخطاب بيتكلم على 24 بقى. ما انا هقول لحضرتك، ان كان 23 مش متوفره و24 برضه مش متوفره، هل من الحكمه او من المتوقع ان الخطاب او هذا القرار يكون له تاثير قوي؟ انا بقول لحضرتك التاثير هيكون محدود لان العربيات اوريدي وجودها محدود. كنا طب يا فندم خد بالك من حركه، انا اسف جدا للمقاطعه اسامه بيه، ولكن ممكن حد يقول لحضرتك بنظره كده سريعه كده وبسيطه على الشارع المصري او على اي شارع زحمه في مصر، هتلاقي السيارات الاسيوي بدون ذكر ماركات من الصيني للكوري للياباني، لا هم دول معظم السيارات الموجوده في مصر اكتر من الاوروبي بالمناسبه. يعني هو لم يحدد، هو العربيات الاسيويه ما عندهاش مشكله، يعني الى حد ما الامور يمكن اسهل شويه من الاوروبي. اؤكد لحضرتك ان جميع الماركات بجميع فئاتها متاثره، واحنا هنلاحظه في الاسعار. هقول لحضرتك على حاجه، اي منتج في الدنيا بيزيد سعره لعدم توفر. اكيد. اليه اسمها العرض والطلب. مظبوط. النهارده العربيات اللي حضرتك بتتكلم عليها، عايز اقول لحضرتك ان تقريبا زاد سعرها مرتين وثلاثه. ده حقيقي. الصينيه تحديدا كانت ب 300,000 النهارده بتتجاوز المليون. مظبوط. ده معناه ان الازمه واصله كل العربيات، والازمه دي مش موجوده في مصر بس، الازمه دي موجوده على مستوى العالم لان في تضخم. هقول لحضرتك على نقطه هامه جدا، على مدار 25 سنه هل تحرك الكونفدرالي الامريكي 6 و7 مرات في اقل من 6 شهور؟ عمرها ما حصل في التاريخ. لم يحدث. صح. كويس.
اذا في ازمه عالميه، في مشكله حقيقيه تواجه العالم كله مش في مصر بس. طيب يعني حضرتك شايف ان الخطوه دي في الظروف اللي احنا فيها دي مش هتخدم السوق ان انا انزل موديل السنه الجديده قبلها بثلاث اربع شهور يعني؟ هقول لحضرتك كلمه مهمه جدا، وجود العربيات ال 24 وال 23 في الخارج محدود، اذا التاثير محدود. ناهيك عن احنا عملنا ايه؟ احنا قدمنا الخطاب، يعني احنا دلوقتي في نهايه شهر 7، فاحنا كانت العربيات دي نازله في 7، فالشهر ده هو اللي هيحرك الاسواق، له كل تاثير بقول لحضرتك على ارض الواقع غير حقيقي. ولكن في 1/1/2023 تقدمنا الخطاب لمعالي وزير التجاره والصناعه، وضحنا انها هتحصل مشكله وهيحصل ارتفاع شديد جدا في الاسعار بسبب ان ما تم انتاجه من سيارات موديل 23 في عام 22 قليل جدا، بناء على المتوفر على مستوى العالم هي موديلات 2022، ولكن في مصر من قرار سابق من ربع قرن بيمنع دخول موديلات السنه السابقه. احنا يعني السوق والناس كانت مستنيه قرار بدخول سيارات السنه السابقه، يعني ابدا من اللاحقه، لان اللاحقه لسه ما فيهاش عربيات بره. صدقني عشرات اللقاءات التلفزيونيه وعشرات المقالات الصحفيه قالوا بطالب على طول الخط، لو سمحتم اسمحوا احنا في ظرف استثنائي، استسمحوا بقرار استثنائي بدخول 2022. طب تفتكر ايه اللي يمنع؟ تفتكر ايه اللي يمنع يا فندم؟ قبل ليه؟ عارف يعني ايه الاسواق تستقر، الاسعار ترخص، الامور، ولكن ليه ما بيحصلش؟ ده الوقت الحالي، الوقت الحالي هو اهم وقت لده. ليه يا فندم؟ ليه يا فندم؟ لما زمان اتخذ هذا القرار كان حمايه الصناعه المحليه، النهارده الصناعه المحليه متاثره، والصناعه العالميه متاثره، والمستهلك متاثر، وموارد الدوله متاثره. طب انت لو سمحت بدخول موديلات 22، اول واحد هيستفيد مين؟ اول واحد هيستفيد مين؟ المستهلك. المستهلك. ليه؟ لان النهارده بقت في عربيات متوفره، عرض وطلب. مظبوط. ليه؟ التاجر. النهارده المعارض اللي ما فيش فيها عربيات، اللي كان بيبيع 100 عربيه النهارده مش عارف يبيع 10 عربيات، ليه؟ مش عشان احتباس عربيات زي ما البعض بيدعي في بعض حملات اللي تشن ضد التجار، ولكن ده كله النهارده لو التجار عندها عربيات كانت باعت، ان تشغيل العربيات مكلف جدا. حضرتك بتاكد ان اساسا بره الانتاج تقريبا قل بنسبه كبيره يعني. عندما اقول لحضرتك على 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 ارقام، لما تكون روسيا بتدي 60% من الغاز لمصانع الاتحاد الاوروبي في 26 دوله. يبقى الصناعه تتاثر بقد ايه؟ دي واحده. رقم اثنين، ودي نقطه مهمه جدا، احنا عندنا مشكله المايكروشيبس حتى الان لم تحل. مشكله المايكروشيبس لن تحل الا بنهايه 2023. وانت عندك مشكلتين اساسيتين غير مشكله التضخم اللي احنا شايفينه. بناء عليه طلبنا وبنطالب، ومن منصه حضرتك ومن برك بنطالب مره ثانيه وثالثه ورابعه و10 و20، اسمحوا بدخول موديلات 2022 دي هتشكل انفراج بعض الشيء. تمام. وتواجد السيارات، ان سمحت بده، خد بالك من حضرتك من نقطه مهمه، موديلات 2022 سعرها ارخص ولا 23 ولا 24؟ اكيد 22 طبعا، اكيد عدى عليه سنه وشويه اهو. بيحصل انخفاض في طبعا 20 و30%. اكيد محتاجين ده. طيب اكيد في اكيد في لوائح، اكيد في قوانين، اكيد في حاجه يمكن انا ما اعرفهاش، ناس كتير ما تعرفهاش، ولكن نتمنى اذا كان هذا الامر متاح، اذا كان حضراتكم تقدمتم للمهندس احمد سمير لكل التقدير والاحترام بهذا الفكر، ان كان هذا الامر هيكون ليه مردود ايجابي بما لا يتعارض مع شيء، مع اتفاقيه، مع حاجه، نتمنى ان ده يحصل اي ويتم النظر فيه. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. مستشار اسامه بن مجد، متشكر جدا لوجود حضرتك معانا.